صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد نفى، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى. صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، كان زواج سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها بسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، وكان قبل التزويج قد خطبها أبو بكر وعمر، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد منهما: حتى أؤذن ربي، يعني حتى أخذ الموافقة من الله عز وجل. فوقفوا عند هذا الحد يا ابني. إذن النبي كان مع الله في كل شؤونه ذكرا، وهذا الأساس، هذا الأساس حضورا، معية، حبا، شوقا، طاعة. فحتى تبتل إليه تبتيلا، هذا التبتل فقه التبتل. طالب العلم يفرح بفقه الوضوء، فالأساس طهارة القلب والنفس والروح في تعلقها بالله، فقه التبتل، فقه الذكر، فقه الخشية، فقه الإنابة، فقه الخشوع. طيب هذا وينه أنت؟ وين هالعلوم هي؟ فقه الإخلاص، كون كل عملك خالص لوجه الله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، بما يكون عملك لهواك، لمصلحتك، لدنياك، لمالك، لمدح الناس حتى تنال إعجابهم، قبولهم، هذا كل هذه الأمور محبطة للعمل. صلاتك وعلمك ودرسك وصدقاتك قد تكون غير مقبولة عند الله. فوين العلم ابني؟ العلم هو الذي أول واجب على الإنسان، معرفة الإله باستيقاني. اليقين أقل ما أوتيت أمتي، اليقين، اليقين أن تعبد الله كأنك تراه. قال حتى أؤذن ربي، لما كان العالم ينطلق من هذا المعنى كان ينقلب إلى أمه، كان يحيي القلوب، يحيي الأخلاق، الإيمان بفروعه 74. هذا يا ابني، هذا قبل الوضوء، هذا قبل الصلاة الجسدية. لأنه وليش قبلها؟ قد أفلح المؤمنون المتوضئون لما الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع من أعمال الإيد لما الرجل، من أعمال القلب. إيه إلى قلب؟ القلب ما بصير إلا، لا يبنى إلا بذكر الله، لا يبنى إلا بالحب الإلهي. الحب الإلهي وين حبك؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. أرجيني حبك العملي لله، حبك في ميدان الحياة لرسول الله،
طيب لوارث النبي، النبي قال لك هذا وكيلي. شو معنى وكيلي؟ يعني بدك تتلقى منه الإيمان والتعليم والتزكية والحكمة والإرشاد والهدى والنور والقرب. وين الفقه ابني؟ طيب أنت صرت عالم، عالم شان إيش؟ ما لحتى تعلم المسلمين؟ طيب صرت خباز بشان إيش؟ لحتى تأخذ الشهادة خباز وتحطها بالبيت؟ لما لحتى تعجن وتخبز وتطعم الناس خبز؟ صرت نجار بشان إيش؟ احكي لي بشان إيش صرت نجار؟ لحتى تنجر، بلاط لحتى تبلغ، عالم لحتى تعلم. بدك تعلم إيش؟ تعلم الطقوس الجسدية. الجسد ميت وهي صلاة الجسدية ميتة. ها الناس بدها إيمان، بدها أخلاق، بدها تقوى. متى ما صار الإيمان أحكام البيع والشراء كل واحد بيعرف عاد يبيع البيع الشرعي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا ما يحبه لنفسه. هي مسألة ما عم تمثل مشاكل في المجتمع، المشاكل فقد الإيمان. فلما النبي ما وافق معهم هن من ذكائهم وتوفيق الله لهم وسعادتهم راحوا قالوا سيدنا علي، قال له أنت اخطبها. فحكوا لسيدنا علي، فسيدنا علي قال فنبهاني لأمر كنت في غفلة عنه، في غفلة عنه. فإجا سيدنا علي خطبها، فقال له ماذا عندك من المهر؟ قال له ما ليس عندي إلا فرسي ودرعي عدة الجهاد. من هذا المنطلق نشروا الإسلام في نصف العالم، في نصف، وكله بالطاقة الجوانية. وبعدين الطاقة الجوانية بصحبة النبي كمان تعبى راسه بالطاقة العقلية والحكمة، غزوا بعلوم القرآن، فكانوا كما وصف النبي حكماء وعلماء وفقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. النبي مهندس أمة، فطالب العلم، ما طالب العلم، كل واحد منكم ابن العلم، فريضة على كل مسلم ومسلمة. كل مسلم بده يفكر هيك بده يكون. كل مسلم إذا فكر بالجمعة يهدي واحد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. شو خسارة الأهل؟ صار لك أولاد ما تنتفع فيهم لا بدنياك ولا بدينك. إذا الولد ما بينفع لا بالحياة ولا بعد الممات، هذا ولد، هذا خسروا أنفسهم وأهليهم. بس يوم القيامة إيه بالدنيا عم يخسروا. ليش؟ لأنه ما في مدرسة الإسلام. هذا كله من أمية المسلم. الأمية في أمية بالقراية والكتابة، في أمية بالطب. أنا أمي في الطب، أمي في الهندسة، أمي بنجارة. فالطبيب أمي بما أنا فيه بعلومي كمان. فأمية الأخلاق وين؟ أمية الإيمان، أمية التقوى، أمية الحكمة. هذا كله مفروض، هذا هي لبنات وبلوكات اللي بنبنى منهم إسلامك وإسلامك. طيب مين عم يبني إسلامك؟ مين معلمك الحكمة؟ مين مزكي نفسك؟ مين معلمك علوم الكتاب؟ مين؟ ما في إيه؟ طيب إذا ما في لك معلم، طيب ما راح تتعلم، بدك تم أمي. فالمسلمين أميين في إسلامهم. فوجود الأمية دليل ما في علماء. الشمس تضوي بكيفها، إلى إرادة، إلى اختيار، بغير اختيارها. النار بتحرق بكيفها، بغير كيفها. الياسمين بيطالع روائحه بكيفه، ما بكيفه.
فجدوا يا ابني أصير مسلمي، بدنا نلقى الله، بدنا نلقى الله، الله بده يسألنا. العالم يسأل عن علمه هل عمل وعلم، والمسلم العادي والمسلم هل تعلمت وعملت، ما هو عن علمه ماذا عمل به، ما هي. فقال فنبهاني لشيء كنت في غفلة عنه، قال فقمت أجر ردائي فرحا بما نبهت له ونبهاني إليه، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أتزوجني فاطمة؟ قال أو عندك شيء؟ فقلت فرسي وبدني، يعني دراي. قال أما فرسك فلا بد لك منها، وأما بدنك الذرع فبعها. فبعتها من عثمان ابن عفان ب480 درهما. قال ثم رد عثمان الدرع إلى علي بعدما أعطى 480، رد له كمان الدرع، فجاء علي بالدرع وبالدراهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولما عرف النبي ما فعل عثمان بعلي، أنه رجع له الدرع مع المصاري، قال دعا له بدعوات، وأخذ النبي من الدراهم قبضة وقال يا بلال ابتع بها لنا طيبا، اشتري لنا شوية ايش كلونيا تبع زمان هون، عطر زمان هون، وأمر أن يجهزوها، فكان جهازها سريرا مشروطا من خوص النخل، من ورق النخل، شو بيسموه، من الليف، ليف حبال الليف، ووسادة من أدم حشوها ليف، ومخدة جلد حشوتها ما أطن ما صوف، كمان ليف. قال أتت فاطمة إلى النبي فقالت يا رسول الله إني وابن عمي ما لنا فراش إلا جلد كبش، ننام عليه ونعلف عليه ناضحنا بالنهار، الجمل اللي منجيب عليه المي نعلفه على الجلد، بيقلبوا الجلد وبيحطوا له التبنات والشعيرات ونخالات، وين على ظهر الجلد من الأفا، ووقت بالليل بيناموا على الصوفات تبعه. هذا جهاز مين؟ جهاز ستنا فاطمة بنت النبي. فقديش كانت دنياهن منعدمة، فمن هذه الدنيا المنعدمة صار امبراطورية في قلب الصين وفي قلب فرنسا، هذا ما بيدخل في العقل ابن النبي. في 20 سنة، في 20 سنة الجزيرة العربية كلها انقلبت إلى مسجد نبوي، وألف عرب، كل عشيرة عرب، فانقلبهم عرب واحد، أمة واحدة، جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، النظام، الطاعة، الأخلاق، البذل، التضحية، وحدة الأمة. وحدة الأمة انطلقت من تربيتها، من وحدة عقيدتها. فسيدنا أبو بكر بعد منه رأسا
انتقل إلى تحرير بقية العرب من الدولتين الأعظم، هاي الوحدة بهالمدد القصيرة وبالوسائل المنعدمة إلا الإيمان الذي يقوده العلم والحكمة. إذا في إيمان وما في علم، لا ظن يا ابن العلم اللي عم تقروه الآن هذا بيجعلكن عالم، بيجعل أحدكن عالم أبدا. العلم علوم القرآن، علوم حياة النبي، هاي الأمور الفقهية، فروع الفقه، هي أمر بسيط. لذلك غسل جنابة الله شو ذكر؟ أديه ذكر منه في القرآن؟ وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. إيه إحنا 500,000 مذهب و 500,000 صفحة و 50,000 مؤلف. الوضوء لأنه كان الغسل قال معروف لهم في الجاهلية، لأنه من بقايا شريعة إبراهيم. الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كلمتين ثلاثة وخلصت المسألة، توضأ قدامهم ما بتحتاج. أما اللي كرر القرآن وبأساليب مختلفة، إسلام القلب، أخلاق القلب، بناء العقل، بناء الوجدان، السلوك، الجهاد، جهاد النفس والهوى، جهاد العدو، إسرائيل ابن إسرائيل، الاستعمار، هلأ الأحزاب السياسية، هي كلمة جهاد، هذا الجهاد. نحن فهمنا الجهاد نجاهد لبعضنا البعض، شو كانت النتيجة؟ كارثة على كارثة، مصيبة على مصيبة. هذا منين إجا؟ من العلم. منين؟ لذلك صار الناس تكره العلم، من الدين صارت تكره الدين. أما يا ابني لك الدين والله ما في أحلى منه. فستنا فاطمة سريرها من الليف، وبعدين صفت على جلد إيش؟ كبش والمخدة، جلد والحشوة، ليف والحاف، قال كان ما يغطيهن اثنين، إذا ظهرني تم مكشوف. هاي بنت مين؟ هلأ ما هيك لازم؟ لكن لو المسلمين الآن في الأعراس يختصروا هالتكلفات، فليلة العرس أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى العشاء، فقال أها هنا أخي؟ فقالت أم أيمن أي خادمة النبي أخوك وقد زوجته ابنتك؟ فقال نعم، إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان ما تمنع أن الواحد يعطي بنته لأخوه في الله. فدخل النبي عليهما واستدعى بماء، فقامت فاطمة إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأخذه وقرأ عليه قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وأخذ من الماء ومج فيه. بعد ما حط الميات ثم رجعهن للدلو للوعاء تبع الماء، ثم قال لفاطمة تقدمي إلى أربي، فتقدمت فنضح بين ثدييها وبين كتفيها وعلى رأسها، أخذ الماء ورش على صدرها وعلى بين كتفيها وعلى رأسها، وقال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا بالصدر. للظهر قال أدبري، فأدبرت فصب بين كتفيها، ثم فعل ذلك مع علي وقال اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم، ثم دعا لهما.
فهي من من سيرة دراسة سيرة النبي، إذا بدنا نعمل زواج يكون هيك بلا تكلف، لأنه هذا الزوج إذا تكلف بده يصير مديون، مين بكره بده يتضايق؟ هي وياه. ففي الحياة الزوجية إجت يوم من الأيام اشتكت للنبي، قالت يا رسول الله أنا وابن عمي ليس لنا فراش إلا جد كبش، ننام عليه وشو كمان ونعلف عليه ناضحنا، هل ننضع عليه المي أو نجيب عليه المي؟ فقال يا بني اصبري فإن نبي الله موسى أقام مع امرأته 10 سنين ما لهما فراش إلا عباءة قطوانية أي بيضاء كثيرة الخمل. عملي تخت، ما عليه شيء، عمل تخت إذا الله ميسر عليه ما في مانع. لكن شادي يا ابني دنياهم كانت، لكن دينهم شلون كان؟ دينهم كانت خوت من جوهر من ألماس، دنياهم عباية. هلأ نحن بدنا نعمر الدنيا والآخرة ما نسألني عنها، نعمر دنيانا بتخريب، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وفي رواية شكت إلى أبيها ما تلقى من أثر الرحى مما تطحن، تطحن الجاروشة، ما في صانعة، ما في مساعدة. فأتى النبي سبي، أي سبايا في بعض الغزوات صاروا عند النبي، فذهبت إلى النبي لعله يعطيها جارية تساعدها فلم تجده، فأخبرت عائشة، فلما جاء النبي أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فقالت فاطمة فجاء النبي إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، قريب بدهم يناموا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما لا تقوموا، فقعد بيننا، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ بدكم مساعد أو مساعدة بالبيت لدلكم على شيء أفضل؟ قلنا بلى، قال كلمات علمنيهن جبريل، إذا أخذتما مضاجعكما من الليل فكبر الله 33 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهن خير لكما من خادم. هذا ابني، إن إحنا ما عم نآمن الإيمان الحقيقي بهالكلام هذا، الإيمان القول من آمن، أما الإيمان العمل الزوج الذكر إذا تمكن من القلب، لو الإنسان قام الليل كله ما بيتعب. ما عاد في شيء في الحياة على حسب قوة الذكر، قوة الذكر هي بتعطي قوة الإيمان، تعطي قوة الطاقة في كل شيء، في الصبر، في التحمل، في الجوع، في الرضا، في الإخلاص، في محبة الله، في خشية الله، في الخشوع. فعد الأذكار هي السنة الواحد عند النوم يتلوها، لكن يتلوها بحضور القلب، بالقلب الطاهر حتى يصير لك حضور، عدم الحضور من عدم طهارة القلب. لأنه شو وهذا نص القرآن، قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه بعدين فصلى. طيب ليش إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ جعل طهارة الوضوء من شروط الصلاة، وهي ليش ما بتجعلها من شروط الصلاة؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. ليش عم تاخذ الشروط الجسدية وعم تترك الشروط القلبية والروحية اللي هي عليها مدار القبول والصحة؟ لذلك كل واحد منكم يا ابني حتى إذا ذكر الذكر يصير غذاء، الغذاء بيفيد إذا كان في حياة وإذا في صحة، إذا ما في صحة المريض إذا أطعمته قد الغذاء يصير غذاء للمرض لا للمريض. وهي فلسفة الصوم، أن ليش الصائم عم يطيب من الأمراض؟ لأنه غذاؤه عم يكون تغذية للمرض لا للإنسان. فلما يشفى من الأمراض تعطيه غذاء، الغذاء كله بيرجع نافعا ومفيدا ومغذيا. فيما يتعلق بزواج سيدنا فاطمة من سيدنا علي رضي الله عنهما، في يوم من الأيام راح خطب بنت أبو جهل المسمى بعمر ابن هشام، قال ولم يتزوج عليها حتى توفيت، ولكن خطب جويرية بنت أبي جهل فبلغ النبي، فجمع الناس إلى المسجد وقام خطيبا، فقال إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب على المنبر، فلا آذنوا لهم. ما بينه وبين هون كان يحسن بينه وبين، لا ما بأذنكم. ثم لا آذنوا لهم، ما مرة ورد كرر إلا بأذن لهم بطريقة واحدة، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، إذا بهالشكل ما في مانع. إنما فاطمة بضعة مني، قطعة مني، الإصبع قطعة من إيدي، إذا واحد إجا بده يهرج لي إصبعتي بنوجع لما لقى، وفاطمة بتنوجع لما لقى، إيه أنا بدي نوجع لي وجعها. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. قال فترك علي الخطبة ولم يتزوج على فاطمة حتى توفيت. سيدنا علي شو بعد ما تكلمني شو عمي؟ ما قال له إيه طيب ما الله قال مثنى وثلاثة ورباع؟ شو هذا يعني حلال لكم حرام علينا؟ هذا يا ابني هذا الشرع شيء، قال في فتوى وفي في تقوى بس وفي حب. النبي قال انا لا احل لا احرم ما احل الله، بده يتزوج يتزوج، لكن لا تجتمعوا بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل، لأنه يؤذيني ما آزاها ويريبني. النبي كرمك كرمك أعطاك بنته. فقال وفي ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة نقض كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود في المدينة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عمل عهد بينه وبينه أنه يعاملون كمواطنين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، بيعادوا أعداء النبي وبيقاتلوا مع النبي أعداء النبي، يعني المواطن لو تصير حرب المواطنين ما كلهم بيروح على العسكرية، فإذا واحد انضم لليهود أو يعمل لمصلحة اليهود شو صار؟ صار خائن الوطن، هي الخيانة العظمى.
فهذا كعب بن أشرف انضم لأعداء الإسلام ولأعداء النبي وأعداء الدولة، وكان غني وزعيم وشاعر، فبماله وبشعره وبزعامته صار يحاول تهديم الإسلام ودولة الإسلام ونبي الإسلام وقائد جيش الإسلام وإلى آخره. فأمر النبي، فالنبي قال للصحابة: من ينتدب لقتله؟ مين بيدبر لنا يا ابن غوريون؟ مين بيدبره؟ وإزمن مين بيدبره؟ هاي العروبة. لما اجاها الإسلام، الإسلام شو الإسلام؟ روح. الإسلام علم، الإسلام فكر، الإسلام أخلاق. العروبة أمة في مكان واحد بلغة معينة اسمها عرب، هي لا ترفع. إذا العربي ما له راسي ولا له أربع إجري، مثله مثل بني آدم، كلكم من آدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تفاضل الأمم بالعلم وبالعمل. فالإسلام علم وعمل، فكل ما كنت أكثر علما وأكثر عملا فتكون أعظم إسلاما. فلما صار الأمة العربية، النبي عمل لها دولة. كان لها دولة قبل الإسلام؟ مين هاللي عمل لهم دولة؟ مين هاللي عمل لهم جيش؟ مين هاللي عمل لهم وحدة؟ مين هاللي نشر العلم؟ مين اللي قضى على القبلية، على الرجعية؟ شو الرجعية؟ على التقليد الآباء والأمهات بلا علم ولا عقل ولا هدى ولا كتاب منير. هذا الإسلام. كلمة تقدمية هي إذا أطلقت أولى من يتصف بها هو الإسلام. لكن إسلامنا، إسلامنا نحن عم نسمي تقليدنا وجمودنا وكسلنا وترك واجباتنا ولا أخلاقيتنا عم نسميها دين وإسلام وعلم. شو؟ فإن الإسلام كله منافع، كله تقدم، كله نهوض، كله رقي، كله عقل، كله تواضع، كله إنتاج، كله تعليم، كله إرشاد. إن هالمعاني شو فيك أنت؟ فالنبي قال: من ينتدب لكعب ابن الأشرف؟ فانتدب له 5 من الصحابة، فراحوا طالعوا من حصنه من القلعة تبعه وجابوا رأسه للنبي. هاي الحرب مع الصهاينة، هاي الحرب في صهيوني لما ما كان فيه وفي عروبة فيه، لكن عروبة فيه شو معها؟ إسلام. أنو إسلام؟ إسلام الحكي، الإسلام المذهبي، تفريق الأمة، تكفير الأمة، قتل المشايخ في المساجد، هذا إسلام. قتل الأبرياء، من يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، صادقا أو غير صادق، هذا حكم الإسلام. هل شققت عن قلبه؟ ما بصير تحكم إلا أنه صادق. هيك النبي أمرنا. فالشاهد يا ابني، صيروا مسلمين والله تكسبوا الدنيا والآخرة. النساء والرجال، ما كلامي للعمائم ولا للباقين، لا. الإسلام عز، الإسلام غنى، الإسلام سعادة، الإسلام نصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوس اليهود كلهم قطع رؤوسهم، بدل ما يعمل حرب كبيرة تكلف الكلف العظيمة، يجيب رأس اليهودي، رأس القائد، رأس الزعيم، رأس يكون العرب البدو عم تتجمع بدها تقاتل النبي، تهجم على المدينة، النبي يبعث مين؟ يجيب رأس القائد. هي السنة النبوية في الدولة، في الجيش. فعلى كل حال يا ابني، من سيرة النبي بدنا نسمع لنعمل، فبدنا نتعلم لنعلم. كل واحد منكم، كل واحد مسؤول
عن دين هذه الأمة، مسؤول عن دولته، مسؤول عن جيشه، مسؤول عن النصر في فلسطين. كل واحد منكم ممكن ينقلب إلى هاديا مهديا، راشدا ومرشدا، ذاكرا ومذكرا، عالما ومعلما. أنت رفيقك ما رفيقك ما بتحسين تجيبه على الجامعة؟ ليش هداك بياخذ رفيقه على السينما؟ ليش رفيقه شرة وشيكارة؟ طيب أنت رفيقك خلي يذكر الله معك، هذاك سحبه إلى عادته، ليش خلى رفيقه يحشش معه؟ ليش عمله سكرجي؟ عمله حرامي معه؟ أنت رفيقك عملته ذاكر، عملته قانت، عملته دقي، عملته متعلم، عملته داعي إلى الله. إذا إسلامك صح إن هالنتائج هي بديهية، وإذا إسلامك محنط من بلاستيك، عروس من بلاستيك، يعني بيجي ولاد، فلا يكون إسلامكم إسلام بلاستيك ولا جبصين، إسلام الحياة. لا يكون علمك ميت. فهالإمام هيئ بهي أحد أبي ماما، فجدوا واجتهدوا ولا تيأسوا، وكونوا حكماء، كونوا متواضعين، كونوا مخلصين، كونوا محبين لكل الخلق. ابنها أنتم أولئك تحبونهم، ولا الله وصف المؤمن بحب الكفار، وتؤمنون بالكتاب كله، إنما رغم أن بيكفر بقرآن أنتم بتآمنوا بتوراته وإنجيله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. هل أعرف البشرى في وجهه وفي رضاه إذا أخبرا بفوزنا واقتفى دربه ليسقي من كفه كوثرا.